بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات الأولاد، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم جيت باش نجيب لكم شبح الميدة، هو التشارك مسكر لي كورني دو غازيل. لو كورني دو غازيل بلا غوسيت تاعهم التقليدية. اليوم واش نديرو؟ واش نديرو في هذا الكورني دو غازيل؟ هنا عندنا الفرينة، عندنا اللوز، عندنا السكر، عندنا شوية تاع ملح، لافاني، مارغارين، الزيت، القرفة، والماء، والمزار والجرارة باش نخدمو. نبداو بسم الله. واش نديرو؟ هذي كورني دو غازيل أنا لازمني 3 كيلات تاع فرينة، 3 كيلات كل واحد يكيل على حساب العائلة تاعو. أنا نكيل بهكايا، فوالا كيلة لازم يكونوا كيلة تكون ممسوحة. زوج كيلات، كاين اللي يعبر بالكاس، كل واحد على حسب العائلة تاعو يعبر كما يحب هو. ثلاث كيلات تاع فرينة يلزم منا كيلة تاع السمن، كيلة تاع يدام. أنا واش رايحة ندير؟ لا ما لازمش السمن نذوبوه، رايحة ندير ونكملها مع الزيت. درت كيلة غير ربع سمن ونزيد نكملها زيت، زيت نخليه حتى فوالا نزيدو عليه شوية، ما نديروش كيلة كاملة، ناقصة فوالا، نديرو كيسة تاعنا هكا. دوك واش نديرو؟ نديرو شوية تاع ملح، والملح واش يلزم معاه؟ مغيفة سكر، مغيفة تاع سكر. واش نزيد معاها؟ نزيد معاها كل واحدة على حساب الذوق تاعو، نزيد معاها وحدة تاع لافاني، ونبدا بالعقل. من بعد لازم لي كيلة بلك ما نكملهاش، ندير نص كيلة مزهر ونزيد معاها شوية تاع ماء. ومن بعد نشوف هنا درت كيلة يسمى نص تاع ماء ومزهر، ونشوف إلا خاصني نعاود نزيد. نبدا نخدم بسم الله الفرينة، لازم ندخلو كل هاد الريدام في الفرينة. وما تخافوش الا كي دخلتوا الفرينه تبقى لكم العجينه شويه جاريه، ما تخوفكمش، سي نورمال. هاكم تشوفوا العجينة تاعنا كيفاش راهي دايرة. دوك نبداو نرشو فيها بالماء والمزهر غير بالعقل، وندخلو نزيد شوية
ما تخافوش باسكو جينا مدام حنا نزيدو في المزهر والماء وهي تنشف لنا. بصح ما لازمش نشفوها بزاف وما لازمش نخلو الكورني دو غازا تاعنا يجي كيما الفرينه، كي نبداو ناكلو فيه يجي كيما الفرينه، لا لازم يكون العجينه تاعو. دوك نوريكم كيفاش تبدا، لازم نزيدوها شويه ما هكايا باش تجينا الحلوه مليحه. راكم تشوفوا مادام حنا نزيدو وهي تنشف. مازال خاصها شويه، لازم راح نكمل بالك النص، النص اللي درتو تاع المزهر وتاع الماء باش الجينه تاعي تبدا شابه. كاين اللي ما يديرش فيه بزاف من بعد تجي الجينه. فوالا انا نكمل نص، درت فيه نص مزهر وما ضرب، نكمل هذا وما نزيدش ندير الماء. ندخل غير الماء، ما لازمش نديكو بزاف، غير هاك غير هاك ندخلو الماء برك باش نلمو العجينة. فوالا العجينة أني نحس بها راهي مليحة في يدي، درك بركة الماء درك غير نلايمها. وهذه العجينة تاعنا لازم ترتاح، خلوها ترتاح باش كي نخدمو بها تجينا سهلة والحلوة تاعنا تجي بنينة وزوينة كما راكم تشوفوا. هاني رميتها، شوفوا القوام تاعها كيفاش داير. دوك واش ندير، نديرها في بلاستيك ونخليها في الثلاجة ترتاح. دايما الجينة نديروها في البلاستيك، نديرها في الثلاجة ترتاح. دوك واش ندير، نرجع للعقدة تاع اللوز. العقدة تاع اللوز لازم هنايا نعبر فسكيلات، ماشي عمرين بزاف، فسكيلات تاع اللوز. هذا اللوز كنت حمرته شوية وطحنته، ماشي مطحون كيما الغبرة. فوالا عندنا هذه كيلة، زوج، كاين اللي ما يحمصش اللوز، من اللوز كي تحمصو يجي بنين. فوالا عندنا ثلاث كيلات، ثلاث كيلات تاع اللوز. كاين اللي يدير عليهم كيلة سكر، وإلا ما تحبيش بزاف السكر لازم ندير عليها، أنا ما نعمرش الكيلة. فوالا درت كيلة غير الربع تاع سكر، زيد عليها غير كيلة غير ربع. كل واحد اللي كاين اللي يحب السكر يزيد كيلة كاملة. نزيد عليها وحدة تاع لافاني، نزيد عليها شوية تاع قرفة، ماشي بزاف غير شوية. نزيد عليها شوية ليكستري تاع لي زاموند، غير شوية مذاق اللوز. فوالا نص مغرفة صغيرة بركات، وضربوك نلايمو العجينة تاعنا بالمزهر. ومازالنا هنايا نزيدو عليها مغرفة سمن، نسيت مغرفة سمن، ونبداو نلايمو فيها بالمزهر غير بالقلب باش العجينة ما تتعجنلناش، ما تجيش متلوقة، غير بالقلب
السكر بزاف يقدر يدير كيلة تاع لوز في ثلث كيلة تاع سكر في ثلث كيلة لوز. انا نقصت شويه ما نحبش كي يجي مسكر بزاف باش راح نسكروا التشالك تاعنا، ما لازمش يجي السكر بزاف. درك ندير يدي باش نعرف العجينه تاعي كيفاش هي دايره. انا يدرك بركة عليها ما نزيدش فيها المزهر، نخليها ترتاح هذا لا فارس، نخليها ترتاح ولا شتها شربت من بعد وجاتني يابسه نزيد فيها شويه تاع مزهر، ولا جاتني قدقد نخليها كما راهي. نكمل كل هذا الشيء ونرجع معكم البنات، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الكوليبياز تاعنا راهي ارتاحت، درنا هذه التيبو دو 30 غرام ودرنا اللوز 12 غرام. دروك نبدا نحلو في لي كوني دو غازيل تاعنا، نوريكم كيفاش نحلوهم. فوالا ما نديرو والو، ني زبده ني والو، ني فارينة ني والو، نحلوهم غير هكايا. نقادو لي 12 غرام تاع اللوز، نديرهم في لاباس تاعنا. نديرو لازم يكون خشين او ميليو سوغ لو كوتي ضعيف، ومن بعد نديرو الهلال ديالنا هاكا كيما راكم تشوفو. نديرو لي كوني دو غازيل كيما راكم تشوفو، نحطوهم نزيد معاكم وحدة عجينة كي تخليها ترتاح تجي مليحة. نزيد لافارس، نغطيو مليح، فوالا لازم لي كوتي هاذو يكونو ضعاف في الوسط تجي خشينة، ونحكمو يدينا هاك ونلوو الهلال تاعنا كيما راكم تشوفو. سهلة مهلة، نعاود معاكم جينا خليوها ترتاح تجيكم مليحه ما تتعذبوش فيها. وجدوا كما وجدنا حنايا هكا اللوز العجينه باش غير تردوا تجيكم سهله، سورتو اللي ديروا دي غون كونتيتي ما يتعذبوش. غرقي مليح ومن بعد نبدا انفراك انفراك نحكموها. ونديرو الهلال ديالنا هاكا كيما راكم تشوفو، لازم يجي هاكا الهلال تاعنا، نحطو في البلاطو ونعاودو سيدمون كي نوصلو للبلاطو باسكو كي مانيبولوهم يعاودو يخسرو. ولا نعاودو وحدة أخرى كنا لاباط فيها 30 غرام. نكمل هذه العجينه ونرجع معكم البنات، ان شاء الله راكم شفتوني كيفاش راني درت لهم، والعجينه سهله مهله غير تبعوا كيفاش كيفاش درت، ونعاود نكمل معكم في الاخير. الكوني دو غازيل تاعنا راه موجدو، دوك واش نديرو لهم؟ نقبضو ان كوردون وندير لهم ثلاث ثقيبات في كل كورني، نديرو له ثقيبه هكايا باش ما يتفخلناش في الفوق، ونخلوه يرتاح واحد الساعه ونعاودو نطيبوه ان شاء الله. كي نطيبو نوريكم كيفاش طيبتو، غير هكايا 3 1 2 3 كي إلا كانت كبيرة مام 4 سي با كغاف، فوالا بارتو ونخليهم يرتاحو بالما يرتاحو باش ما يكبونا شابين إن شاء الله. من بعد إن شاء الله.
هو برد درك نسكروه بالعقل. انا قاعدين في السهريه سهر نسكروه مع بعض. هنايا درت شويه تاع مظهر، ندير فيه زوج مغارف تاع سكر كيما راكم تشوفوا، خلطهم مليح. كيما راكم تشوفوا هذا غير مظهر. دوك واش ندير؟ نبدا نحط في الشارك كيما راكم تشوفوا، فيت فيت ما نخليش، نحطو في الباسواخ من الاخر، ونزيد غير بالعقل. قلنا المظهر برك، قلنا فيه زوج مغارف تاع سكر. فوالا كيما راكم تشوفوا. دوك واش نديرو؟ نجيبو هذاك الكاطو لي تخونفيناه ونصيغو. وهنا عندنا سكر كلاص، واش نديرو؟ نردو شويه تاع لو بابي، نشفو فيه داك السكر ونحطو الحلوى تاعنا بالعقل كيما راكم تشوفو. غير بالعقل، ونغطيوها بالسكر هكايا غير بالعقل. ونخليهم نغطي هكا في السكر 6 دقايق، ونعاودو نرجعو ليه، نخليه يشرب مليح، ونعاودو نرجعو لهذا الحلوى. فوالا السكر تاعنا الشرك تاعنا راهو شرب مليح السكر دروك. كيفاش نديرو؟ نبداو نحولو هذاك السكر القاوي، نخلولو ينكوش ضعيف عليه كما راكم تشوفوا. نزيدو وحده اخرى، ما لازمش نخليو عليه السكر بزاف، نقصو له كل السكر اللي زياده. خليهم يكبشوا ضعيف عليه، ساهل ماهل كلان عنا نظلو نديرو في السيرو ونتعبو في روحنا. دروك نعاود نشرب وحده اخرين ونرجع معاكم كي نكمل. فوالا نزيد نكملو، ما حفوش السكر، خلو 6 دقايق البنات ماشي بزاف، نحو منو السكر. قلنا نديرو غير في المزهر ومن غير السكر، نديرو المزهر نديرو السيغو تاعو بالمزهر ومن غير السكر. نخليوها نخلطوها مليح، ومن بعد نقصتو فيها تشارك ونخلوها تبطل نشفوها مليح، ومن بعد نحطوها في السكر نخلوه 6 دقايق، نحولو كل السكر اللي بزيادة عليه ونرجع معاكم. ليكورين دكازات تاعنا راه موجدو كيما راكم تشوفو. دوك واش نديرو لهم؟ نغبرهم جيست ابان بشوية تاع سكر، نزيدو لهم تغبيرة شوية ان بو بارتو كيما راكم تشوفوا. واللي يحب يديرهم في الكيسانات يديرهم في الكيسانات، واللي يحب يخليهم هكا يخليهم هكايا. وان شاء الله بالصحه والراحه ودو غير المقادير. هذا الشراك يجي ذو في الفم يجيبني بزاف، وتبعوا غير المقادير وان شاء الله تنجحوا فيه كيما انا نجحت فيه، وعلى انتم تنجحون. نحل لكم حبه كيفاش يجي داير، يجي ذو في الفم. شوفوا هنايا
شوفوا كيفاش يجي ان شاء الله يا ربي تنجحوا فيه وليله القدر سعيده. وما تنساوش تتابعوا القناه ديالي ونشكركم بزاف وبصحة عيدكم بصحة عواشيركم وربي يشفيكم ونقول لكم مع السلامه عن قلب ان شاء الله.